نسيت كيف اقول المقدمه. السلام عليكم، حياكم الله يا شباب، كيف الحال؟ طيبين مبسوطين؟ عسى اموركم طيبه ان شاء الله. معاكم اخوكم محمد ابو كلبشه، يكلبش ما يتكلبش. الله يسعدكم يا شباب، شاكلكم ربي يسعدكم ولا يحرمني منكم ولا من دعمكم عن دعم الاسطوري في كل مقاطع. شكرا بحجم الشماء، صارت مقاطع جراند بالراحه 50,000 لايك، والله العظيم ما ادري ايش اقول. الله يسعدكم زي ما انتم قاعدين تسعدون. هذا الشيء يا شباب بالمره يسعدني، وانا كل ما اسعدتوني اسعدكم بمقاطع كويسه فجراند. هذا حسابي بالسناب شات، زين شوفونه، هذا هو ضروري تتابعوني شباب، مو بضروري الا ضروري يا ابوي. هذا حسابي يا شباب بالسناب، تابعوني تروني انزل يوميات، ها. وهذا حسابي بتويتر، وهذا حسابي بالفيسبوك لا فليته. المهم يا شباب، روابط حساباتي كلها تلقونها في صندوق الوصف، تنزل تحت المقطع كذا صندوق الوصف تلقى كل حساباتي، تابعني في رابط الديسكورد في الوصف، السناب في الوصف، كل شيء في الوصف. على العموم اليوم جايب لكم مقطع حماسي من الدرجه الاولى. اليوم هي بدايه اجرام عصابه سكارفيش. اي نعم، اتمنى هذا الاسم يا شباب بناء على طلبكم انتم. قلت محمد اسمك مره كويس، خلاص لا تغيره. تمنيت لكم يا شباب انكم تستمتعوا بهذا المقطع، وتمنيت لكم بعد بالتوفيق. تمام، لا تنسى تجيب معك بوب كورن، تمام، وبيبسي. لا بيبسي مشروب غازي، وخذ لك مشروب كذا صحي، تمام، عصير برتقال بكيفك، اشرب اللي تبغاه. قاعد انصح انا بعد، ولا تنسون ربي يسعدكم اللايك والاشتراك. تمام، خلونا نشوف المقطع هذا كم نوصل، خلينا نشوف كيف تقدرون شباب. 60,000 لايك ولا ايزي، كفو كفو يا المحجم المليان، ومشاهده ممتعه. خلينا نختار لنا شخصيه نبنيها من جديد. يا عيال نبني لنا شخصيه، خلينا نغير اسم الشخصيه، هذه فرصه شباب نزبن. ها ها يا عيال، اتغمض شخصيه ثانيه دام الوضع كذا. ها يا عيال اجننهم، نحط كلبوش والاسم الاخير طرطشلي. في حد يعرفني كذا تتوقعون؟ مو واضح صح؟ ها ايش رايكم؟ الجنسيه انا مواليد 2021. اختار شقه، وش احسن شقه ممكن اختارها؟ ساوث فورك فانتاستيك بيتزا لي بلازا. تنسى التاور ايش؟ هذه شكلها كويس، هذه عماره. ها نرسم في عماره شباب، ودق على لي. الو الو، تتكلم يا الغالي تقول شلون؟ علي ما يتكلم لي؟ السلام عليكم، شلونك يا الغالي؟ طيب بسدني عنك، الله يسعدك. الله يسعدك، والله من يوم شفت لك وانا مرتاح لك، الله يسعدك يا حبيبي. حتى مرتاح اديك ترى كفرك اللي ورا منسم، الله يسعدك. لو تنزل تشوفه ترى منسم. اشوفه اشوفه. انزل انزل انزل، انفخ انفخ. خلنا نشوف. ها؟ لا لا مو منسم. بلا انزل انفخ الكفر بسرعه بسرعه عشان انت صحتك صحتك اولى. يلا يلا انزل انفخ بلا بسرعه. شوف شوف. السلام عليكم، ان شاء الله ركبكم في السياره. احسنك تنزل ولا اطلب لك عسكري. ايش؟ اسمع لا دقيقه. عسكري والله. انا العسكري، الحكومه معك يا خبل، انا حكومه. اسمع انت مخطوف، البيبان مقفله يا رجال، خير بس اخر. انا احترام في سرقات. هلا بالعيال يا عيال. الو الو، وينك يا ابو الشباب؟ وين؟ اي اسمعك اخي، قبل شوي قاعد اكلم واحد ما يرد علي، اكلمه اقول له ما يرد. رفع ضغط، الله رفع ضغطه. انا موقعي في لوس سانتوس. رقي رقي، وين موقعك؟ في لوس سانتوس. انت وين؟ انت وين؟ انا بديك، انت وينك؟ اسهل اتجهلك على طول. والله ما اجيك الا انا، والله والله ما تتعنوت انا، والله عندي والله. وين انت؟ وين وين؟ انا اجيك الحين. وين؟ خلاص لقانا في الحديقه العامه يا رجل. يلا. لا لا لا، سيارتي مسروقه، انا سارق سارق سياره والله. ها يمكن انا هذا الحين بلاغ ولا شيء. يا رجل روح الحديقه العامه بس نجيك على طول. يلا يلا. السلام عليكم. سلام الرحمة. مرحبتين، شلونك؟ الحمد لله بخير. وين علي؟ شوفوا جنبي. ان شاء الله عاد يسوق سيارتك. سيارتي من راحت تباها. يعني اسوقها بس تجربة. هلكات هذه ها؟ خليني اعطيكم مفتاح. انزل انزل. اعطيني مفتاح. حط المفتاح في الدرج ولا اعطيني اياه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المفتاح وين ما جاني؟ جاك المفتاح. يعني اقدر شلون امشي؟ حي الله الشباب، اشوف الدنيا متغيره هنا. ها؟ نتطور شويتين، عرفت؟ ما شاء الله. هذا الحين كيف نوصل للي نبغى ننتقم منهم؟ هالعسكري هذاك وين؟ نبغى نروح عند هذاك ملاهي. لا يلا يلا، ودينا مقر حقنا. حدد اللوكيشن، حدد. اوكي اوكي. والله المعذرة السموحة يا ابو. ها؟ لا اله الا الله. يا الله يسعدك. تونا ماشيين؟ سيارتك يا حبيبي ما كنا سيارة تمشي في زفلت، كنا تمشي في ملعب صابوني. ايش بسوي بملاهي اليوم؟ ابى اخذه تمام؟ بس لا احد فيكم يعطيه خبر ولا يتكلم. حلو. معك سلاح؟ موجود. الاسلحة معها سلمان. معك سلمان؟ اجهل. يعطيني ذا الحين. تبى الحين الحين يلا. يلا بسرعة بسرعة بسرعة. خذ يلا يلا. وش معك من علمي اول؟ الشنطة يلا. ايش فيكم كلكم نزلتم؟ العلم الحين، بس لا احد فيكم يتكلم. ها؟ الموضوع عندي. كسر الباب، الله يكسر وجهه. ولي يا عيال ما شاء الله. ايوه وينهم؟ السلام عليكم يا اهل البيت، يا ملاهي. انا زبنهم بسرعه. وين هذا؟ وين ملاهي؟ سلام. يا مصدع صدمت الرجال. من هو ملاهي؟ ايوه ملاهي، ودوا المستشفى. كذاب. هذا ملاهي، هذا ملاهي صح؟ دقيقه ما ادري ايش فيه. ملاهي. سلامات والله، سلامات يا ملاهي. اسحب اسحب، دخلوا بيته. تعال اسحب اسحب، تعال على ملاهي شوي بس، يعني نبغى نسولف. نريحك يا رجال مره. الاسلحه. ارفع يدك ارفع يدك ارفع يدك.
صل ارفع يدك بلاي مقلب ارفع يدك لا 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 اسمع ارفع يدك ايش بتسوي حركة اقسم بالله بصلعتك اسمع يا ملاي انا معك تعرف انا مين مين انا ادري معك كلبوش طرطش لي وهو نفسه كلبوش المشكلة دي لكن انا ذا الحين متقمص شخصية ثانية عشان ما حد يعرفني شوف يا ملاي والله معزة لك المفروض اني ذبحك ترى هذا الحين وماخذ بيتك هذا لكن انا جايك بالطيب ترى هذا بالطيب كله بالطيب انت رجال تبغى تعطيني مقرك بالطيب ولا بالغصب خذه يا رجال خذ حلالك يعني ما بتقول لا وتاوش معك حلالك ان شاء الله ما تاخذ ارفع يدك لا 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 يا ولد يجي بلغ الحين يعرف مكرر خلاص كان اذا جو عساكر نقول لهم كنا صيد قميري طير قميري اسمع بقول لك اسمع نبغى ناخذ عصابتك واسم الاسم نسميه سكارفيش تمام ايوه يعني عقل الباطن يقول خالي صاب سكار ايش اسمه مو كيس كيس هذا كيس بي سي سكارفيس سكاين فيس ابطال المستقبل يا شباب اسمع اسمع يا يا شباب اسمعوا احنا ناس تمام الحين ب خلاص انا رئيس عصابه اسمع اسمع عندك شيء لا اسمع لا ايه. لا كلبوش لا. انا بامسك هذه العصابه وصدقني يا ملاهي ها صدقني ان العصابه بتغتني تمام من سرقات البنوك ومن سرقات مراكز الشرطه ومن سرقات المواطنين خليك تطلع عندي طلب واحد بس وش الطلب انه تسوي لي زراعه شعر هذا اكبر طموحه في الحياه ازرع لك شعرك وكل شيء أيوه. والطلب الثاني ما تتخلى عني ها ما يكون في غدر لا لا ما انت نائبي وهذا هذا نائب كان انا نائبك هو نائب نائبي كيف يعني يعني انا ها والله الحين ولا نائب كلكم اعضاء قدامي داخل قدامي للحين للحين نبغى نسرق صرافه كيف ما صرف بنك مصرف ايه طيب خلنا ناخذ الادوات الموضوع عنده ملاهي عندي انا عندك اي تمام عندي واحد من الشباب عنده كذا معدات واسلحه اشخاص دقايق بس خليها تدخل عليه ما ادري وين يا عيال نسرق البنك الزبده يا اقدر بسلحتي ذي كلبوش ايوه طرطش لي ايوه طيب اسمع يا خلنا من بعدين هذا تعال الزبده الموضوع اننا بنقوي العصابه حقتك لان انت تعرف جبنا العيد اصفق بكف انت خبلت انت مريض لا سمح الله انا قاعد افكر طحت على راسك طاح عليك مكيف مره افكر في المستقبل بمجرد انا طرطش اللي موجود فاعرف ان العصابه ناجحه من الحين مره انتهى مره زني بس شفت انت عطني مفاتيح الاجرام عطني مفاتيح ايوه عطني سلاح بس عرفت عطني كذا ها اضبط اقول لك مربع 8206 كم المربع 8206 وش في المربع ذا 4000 ولا 8000 8000 8206 يا اخي انتم تجيبون الارقام صعبه 4000 8000 8200 شفتوا في الشاطئ يلا 206 اسمع هذاك بنك الحين هذاك طرطش لي انت اسمع انت وعلي شو ارحب عندك الشنطه هنا حطيت راديوات تلفون عاد جوي جوي اي والله انتوا الاثنين كمان ما عندكم انا ما عندي كيف اخذ اصبر واحد افتح الشنطه الحين هيا خلص انت خلص يلا خلصت خلاص ترى بسرعه 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 ركب يا اخي الله خذ عقلك ركب بسرعه يلا مشينا اول سرقه بنك يا عيال اسمع والله اقلعكم والله لو امسك والله العظيم لا اكب العفش كله ترى اقسم بالله اكب العفش كله شوف ها انت ابو في التفاوض انت ابو هذا انت كب العفش بس عطنا سامي كذا لا تحط سامي حقيقي يعني انتم الحين مخططين احنا نمسك يعني ما عندكم طموح ان احنا نفوز لا احنا نمسك على خطوه اذا هذه بدايتها هي لعبتها ليها يا اخي واضح الكتاب واضح من عنوانه انت الرئيس احنا الاعضاء احنا نمشي على خطواتك يلا نغرق اسمع لازم نشوف لنا اسماء انا قلت لكم فاروق منصور انا علاوي سو علاوي سو لا 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 بغرق النهر حلمتم تدخلوا قاعد اغرق طيب لان الكاش هذا ارفع يدك السلعه ارفع ود اخويا انزل كلكم مسلحين صح؟ ايوه مسلحين والله مسلحين والله ما قالوا لي اربط الحزام يا عيال الله يقلعهم الحوض انكسر تودينا مستشفى ليه؟ تعب البينات هذه بالنسبة تخرجوا بسلامة وين الطلقات؟ عزة بس اعطني بسرعة هذا ولا شيء العساكر بجننهم والله لا خلي اذاني واذانهم مربع بسرعة شوف الشوط هذا ها بجوط في البنز هذا انا بنزل اطلب لي اوفر شوف خطة شنواي حق رديتر ممكن انفصل دكسلف كيف دكسلف عضلة تلفون تحكم المركبة ايوه بس انت الله يقلع بس يا عيال ايش العرق هذا ايوه هذا لكن الحمد لله
يلا يلا بسرعه 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 يلا لك على حسك علي ها علي زبطنا عاد برجر عصير وش اللي يلا سلمان حساب عندك اخر بس واحد بدنا ناخذ واحده مويه واحد كولا سنيكرز واحد عشان اروق بيكس شطيره هذه لاصق جروح ولا يمكن ندخن اي ولد اصبر اصبر شرب قاله كامله خلاص يلا بسرعه 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 بسرع. يا عيال صدقوني والله ان المهم حق البنك تنجح الحين بسالك بنسرق بنك احنا ولا بقاله مصرف ولا ما اقول لك ما قلت شو يا كلبوش بتسوق زي الناس ولا انت انزل والله تكفى انا بحياتي يا ولد وانا اللي انزل انت اللي تنزل تعطيني الموتر اوه ورا الشاشات هذا من عيال والله نطاره يا ولد ها اوه يا رجال سيف السلام عليكم شلونك يا الحبيب يا هلا يا مرحبا مليون صوته مو غريب يا الغالي انت الحين وين شلون هذا وش اللي وين شلون احنا الحين نبغى نسرق البنك المركزي اول شيء بعطيك معدات تسرق فيها بيت زين بعد ما تسرق البيت هناك تحصل بطاقه مصرف دقيقه الحين تبغى اسرق بيت البيت هذا فيه بطاقه مصرف فيه بطاقه مصرف لعبتي انا سرقه البيوت لعبتي منذ الصغر الله يسعدك عطنا الكترونيه عندك مفتاح البيت اي انا عندي فاتح القفل المتقدم والمتعدد وباعه الادوات ما احتاج مفتاح انا بدق الجرس ايش هذه الادوات هذه تفك دريل وما ادري صح يا عيال خلاص وصل يا الغالي وصل الله يسعدك يلا موفقين حبيب تعمل اي شيء تبغى مربع البيت ولا تعرفونه لا ما اعرفه مربع البيت يا اخوي الامر السلام 7328 7328 اوه دقيقه اصبر اصبر 7328 7328 وصلنا هنا هنا الحين ايش الموضوع ايش تقولون نروح نسرق بيت يا الحبيب البيت هذا فيه بطاقه ايش وش تقول بطاقه المصرف بطاقه المصرف هذه يقولون انها نادره دي صح اي نعم نادره وفلاش التهكير تمام حلوين بيننا راديو نتواصل فيه نبدأ. ايه عندنا راديو سجل جمع لك رحائن. سجل عندك الرقم 7767 ها ابد خلك على اتصال معي واذا ما عاد تكلمت اعرف اني مت انقفضت انسجنت ها عشان امشي بسرعه بسرعه من اول راديو انا بروح اجمع اخ الله يلعن سيدي سعد اللي كل شيء طف يا شيخ ما بتجمع رهائن رهائن اجل وقف بدي اجمعهم معك هذا هذا معك لا لا بالعكس خله نحتاج عدد يا ولد واحد روح يعاونه دقيقة يا ملاهي انت وكفته وينكم يا ابوي اربعة رايحين نسرق بيت ترى مو بنك خلوه يساعده يعاونه على راي خلاص انا فرحان خلاص تمام بيننا راديو جزاك يا ولد يا اقسم لك اكثر شيء خاف منه اني البيت هذا يمكن صاحبه فيه طيب طب هذا ليش ما راح يسرقه يا عيال طب هذا ليش ما يخليني على ليش مو هو اللي سرق البطاقة بدل ما ياخذ الراي ها ولا ما قدر عليها يبغى له رجال انكفوا يعني ولا ما يا كلوش اقدر اصلح بالكرات معك فلوس ادفع معاه فلوسي بفلوسي اصلح سيارتك يا تعبان بفلوسي يا شيخ تشتري سيارتك بفلوسي ادفع يلا فلوسي قاعد تمشي للاماكن يا انزل هدد بالسلاح طلع من بني عيونه ولا اقول اذا وصلنا البيت بقدر اصدم في السياره هذا البيت اللي انزل عليهم بالسلاح يلا اصبر اصبر راقب بعيد شو السالفة يا ولد؟ السيارة حركت. ايه الحقها. لا. احنا بالبيت. ليه يقولوا لنا ابغى نسرق بطاقة المصرف؟ خلينا ننزل عليهم. احنا بالبيت اترك. طيب يا غبي يا فغرة يا مختل عقليا. هذا انا طيب في البيت. البيت ورا. اذبح كنت خبل. يا اخي هم يمكن ذول يبغون بطاقة المصرف افهم. انت الحين كم يبون؟ ما ادري. انزل. والله يبون البيت اصبر والله انزل. مرة الشاشة اطلع ابن الذين اطلع صارت يا عيال والله انها صارت كلبوش ناخذهم واحد ركز واحد لا تجي قدام ها آه! يا اخي الله يقلع ابو السالفة كيف عشق السلاح الله يقلعه واحد راح اللي فوق راح صح اللي فوق راح طلعت يا عيال دخت انا انزف كثيرا يا عيال قاعد انزف يا غبي يا خبل يا مختل قاعد انزف قدامك انا قاعد انا الوحدي في الصف الاول يا تعبانة وياه تحتاجون دعم يا شباب يا ابويا رجلي اصابة جدري في رجلي كلبوش وينك كلبوش يا خبل غبي انت قدامك طايح كلبوش هذا يا ابوي دقني ببرا طيب ابر في شوف الصندوق حق الموتر في خبل امشي بدنا برا يلا على المستشفى يلا مستشفى رجع المستشفى وين رايحين المستشفى رجع المستشفى كل شوي كذا دق برا وخلاص تشعر بان الجزء العلوي مؤلمه جدا وش اللي مؤلمه والله انها مؤلمه صار حرب هنا شوفكم جو اخوين هذول انت صار حرب
نسمعكم في الراديو وجينا على طول. والله حر. خلاص 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 خلصنا الموضوع خلاص. يا ابوي قاعد تطب عليه انت. خلاص قاعد اضبطك سنعك. بسرعة 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 بسرعة. معدات البيت معاك البيت معدات البيت. يلا يلا يلا. اقسم اذا طلبت عصابة من صفر ريال هذول كلهم فاغرين كذا. قدامهم ناس يركضون ما حد يطلق كذا قاعدين تخبين ورا. طيب ايش قاعد تسوي طيب؟ الباب وين؟ الباب وين؟ هذا الباب هذا الباب صح؟ هذا الباب؟ يا الحبيب انت وياه. بس وجهه ها الباب وين الغالي ترى رحنا انت والبيع انت الان انا اقول لكم انكم في البيت الغلط ما تسمعون وهذا مربعنا اللي هذا مربع اللي عشت امنا فيه 307000 انا جاي اسمعك هذا البيت هذا هو تعرف تسرق ولا تسرق عندي خبر انا اسرق البيت وسرق معه بعد ايش اللي تعرف تسرق معه بلاك السلاسل هذه تعبانه هذه ايش الباب ما يفتح طيب يلا يلا خلينا نكمل على الرهائن كمل وجيب الرهائن انا بروح اجيب الموتر البوش تعرف تسرق ايه ايوه الهم بفسه وشو كملوا سرقتكم واحنا بنروح نجيب الرهائن طلع 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 اكل شكف طلع عشان هدهمنا سرق خلنا نشوف خلنا افتح الدرج بس بس وين هذا هو خذ جوا عند الدولاب ذا هذا عشان طلعت اصبر سرقه كيف اسرقه ما فاتح الاكبر ولا الدريل يا ربي يا كريم وش افتح كيف اسرقه ابحث في الدرج ايوه الشرطه برا يا خبل بس قاعد تدور معي بلعش ابغاك اقرا خلاص خلاص ماشي اثنين يفتحوا الدرج واحد درج ترى الله يقلع بالخرشه الله يقلع ايوه ايوه اوه دقيقه ساعه الماس طب وين البطاقه الهويه يا عيال الموتر عند مين يا عيال برا البطاقه ما هي موجوده البطاقه ما هي موجوده الغالي لقيت بس ساعه رولكس اسمعني يا غالي هلا هلا ما لقيت بطاقه يا عيال حلق البطاقه متاكد انك سرقت كل الخزنات ولا لقيت هاتف الجوال عندي من زمان شخصيه لاصق جروح ساعه رولكس ضماد هويه هذا كل اللي عندي ايوه تسق امها المهم الرهائن جاهزه خلاص اسرق ايش؟ افتح الدرج شوف يمكن انا ما لقيت شيء. انا مالي مالي انا ترى سرقت درجة ثانية لقيت ساعة رولكس وصرافة. اعطني صرافة بسرعة اعطني اياها. تعال لا تمد يدك في ممتلكات الاخرين. شوف صقعتها. كثيرة من الارض. وين الارض؟ توصلت توصلت تعال بالعيال كيف زبنا؟ شباب احنا بنوجه المصرف. انا بزبنا هنا. اخفت يلا شباب ترى ما ايش صرافة الحين ها؟ بطاقة المصرف حقت سرقة البنك بسرعة الدوريات برا الحكومة. الحين اقدر اطلع برا في هليكوبتر وفي عشاكر صافين اقدر اطلع. بس بس بالحق اوه واو كلهم برا اذا في عساكر صافين برا خلنا نجيب سبع طلق خلنا نتكي زمن ترجعوا ورا اقسم بالله يا انا يوم بس 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 علي علي اقدر اطلع ولا لا علي علي اقدر اطلع ولا لا انا طلعت تقدر روح نظر ما يعرفون اني العب كول اوف ديوتي اوه واو بس بس السيارات وين؟ من ورا صح؟ هربوا اوه عيال هليكوبتر مفتاح الموتر مع مين يا عيال؟ في لكس زلة في بسرعة أنا عندي لكس استعب بسرعة 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 تعال أنا عندي لكس علي تسمعني علي تعال ورا المفتاح مع الموتر معاك أيوة أنا لكس زلة بتك بتك بحرك حرك عيال اصبر يا خبر اصبر الله يلعنه اصبر اصبر هذه بالها روقان هذه نزل روسكم نزل روسكم دنق اكس دنق أنا بهرب علي دنق راسك ها انت غا تحرك بالموتر شبك اهربا علي علي اطلع جبل اطعس اطلع 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 انا ما بطلق عليهم يودي يقتلونا عزامك اوه بحر 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 علي لا كمان اربط الحزام لا تطيح علي اما اليوم عندي لك رحله في ما يقدرون يصعدون بس الهليكوبتر لا تضحك بس مشين كومبليتد راحت النجمات كلها يا ود اربع نجمات كانوا باقي الدبابه بس تحضر عند البيت شوف مطار الطريق سريع اللي صار طول العمر اني لقيت عسكر وانا طالع مع البيت تمام واني امسكه واخنقه واكفكف وجهه اسال علي صح ولا علي؟ صح الان وجهه المصرف اللي قال عمك ولا تبون غير هذا المصرف؟ احنا نحب الاماكن اللي فيها ازدحام ليه؟ ما توجد في المدينه احنا عصابه سكارفيس نندب وجيه العساكر ندب بالسكين يلا بانتظاركم الحبوا يا رجال هجيد انا عرفت موضوع تفاوض عندي شباب انا اجي حم امه بسرعه بسرعه وين بطاقه مصرفيه وين احطها هنا صح يا سلام سلم استخدام شلوني فاتح اقفال يا ولد الباب هذا ما يفتح ليش فلاش تهكير بطاقه مصرف لوح الكتروني هذه الثلاثه كلها لازم تكون معي يعني ولا شلون يا عيال هي معك فلاش لوح الكتروني شيء كيف ابغى انا فلاش لوح الكتروني يا عيال يا ارهاب انت تمتفي اللوح انه اللوح الالكتروني هذه وين اشوف اعطيك بطاقه المصرف اعطوا الاغراض وسع يا خبر ايش يقول والله ما تسرقها يا اخوي انا معك صح هذه الاغراض الحين يا شباب يجيكم سرقه هنا
تبغى ادق على الشرطه استفسر كيف نفتح الباب؟ عند البطايق هذه ركبها الهكر حقنا هنا. عندك انت عصابه سكار فيس يا تعبانين. انا هايط عليهم غرت في تويتر. لا قلت انا من عصابه سكار فيس يا تعبانين. ليش يجيبونك برقمك؟ التفاوض كيف هذا التغريده؟ اذا احذفها علي بسرعه احذفها علي. كلام واضح جيجي رحنا فيها. لا انت رئيس العصابه سابي ماكو اثنين والله هجت الله يقلعك. ليه ما تتكلم يا خبل؟ لا بيجيبونه ذا الحين ما في واحد ثاني. الله يقلع ابسه هذا الحين. ارمي الجوال. طيب ارمي الجوال واقدر اشتري جوال ثاني علي ورقم ثاني علي. ايوه والله يبونه يعتقلوني علي يبونه يعتقلوني علي والله علي جو كلبوش ها اسمع الخطه جوالك مسروق ما كور. ايوه بعد العمليه ذي اهم شيء الحين بيسالون مين كلبوش. الحين بيسالون مين كلبوش مين فيكم. لا حد يتكلم لا حد يقول شيء عشان ما الشبهات ما تجي عليه. كلبوش في الرهينه نحطه في الرهينه. الرهينه انت كلبوش تسمع انت كلبوش تسمع اقسم بالله لو ما تقول انك انت كلبوش والله بالسلاح اروح احطه بين عيونك. وشو انت ايش اسمك؟ اسمك كلبوش. كلبوش ولا ترى السلاح ده؟ والله السلاح والله ويلك. شوفوا بصماتكم شوفوا ها ايش اسمك؟ كلبوش. ايوه يا رجال نزل سلاحك لا تطلع لا تطلع بسلاحك لا تطلع دخل داخل ما يجيب فوق. هذا والله صوت مغرب علي العسكري هذاك اقسم بالله انا هذا هو. اخبروا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابوي. انسحب من الراديو بسبب التفاوض. سام ايش قاعد تقول يا عسكري؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. اول شيء قبل ما تتفاوض اتمنى منك طلبين. ايش؟ الطلب الاول بطلب منك طلبين واتمنى تتنفذ. ايه الطلب الاول من الجديه في التفاوض عدم الاستبال. ايضا الطلب الثاني راح نشوف الرهائن قبل ما نبدا اي كلام او قبل ما نبدا التفاوض. هل يدخل شوف الرهائن؟ ايه تفضل تعطيني الامان. لك الامان. اربع سلاحك اربع هو ايش لك بس اياكم تفضل تفضل نزل اسلحتكم نزل اسلحتكم يلا تفضل تفضل تقدر تخش هوش لك بس خزن فكر هوش له يطيح صوت صوت لا تسمع خلنا نشوف وش الكفر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلونكم يا وطنيين طيبين؟ أذوكم شيء؟ لا لا اسمك كني بس قدامي كلبوش. لا لا انت قدامي. ايه كلبوش. هذا اسمه كلبوش هذا طرتشري هذا يعني واضح انه ما يتكلم انه قطع حباله صحيح؟ لا لا هذا يا طويل العمر هذا خويه من زمان هو سوى عمليه سوى عمليه. اي امام مش باذن الله تكونون سليمين. اسمعوا كلامهم عنده لويز كلام يا متفاوض. كيف انا اظبطك؟ الله يسلمك كويس ممكن هذا الموقع. اي يلا تقدر تدلف الله يسعدك. هيا اطلع لك يا اخي والله العظيم صدق عساك ما عندهم سالفه. اسمع الطلبات يا حضره عسكري. ادخل ابشر الله يسعدك. انا بسالك يا عسكري عندنا تعرف اللوح حق نبغى نشرب نفتح الباب والله ما احنا عارفين. تعرف كيف عسكري؟ دقيقه فتحت الباب. ايوه خلاص سرقنا خلاص اسكت اسكت. ايش طلع خلنا نشرق معك بس بس فتح الباب فتح الباب بسرعه. اصبر خلنا نفك الباب. انت فك الباب انا بروح اتفاوض معه شوي بشغله. ها المتفاوض وين اسوي مداوم موقع بدل المتفاوض. ها عسكري طيب تغير تفاوض تغير تفاوض تغير تفاوض. والله جنن بلاش خلنا نسرق البيبان. يا لا بالعيال اشرق يا رب طاقة مصرف ثاني فك مصرف هناك. زعتر حاول انك تمغط بالتفاوض عرفت جننه. اقعد تسولف معه كذا جننه تكلم معه بالانجليزي عرفت عشان ما يعرف ويقعد يترجم اللي يجيب لك مترجم. يا عيال فلوس وطن خذ الحين يسعد ام الفلا كذا على طول نسرق بنك. حقيبة ام القذرة كم يعني؟ الحقيبة الواحدة كم فيها يا عيال؟ السلام عليكم. صلحان ولا لا؟ طيب اسمع يا عسكري لو تطلع اقسم بالله العظيم تكلبش. تعال 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 شيل يا معصب. تعال هدي عسكري شيل. تم تعال سريع. ها معصب العسكري زعلان. شاف السلاح ذا عسكري ترى اقسم بالله العظيم موت الله شباب تعال اجتمع ورا اجتمع ورا. والله هذا مره شاده. ها شي هذا؟ طيب انت جيت في الجبل اكسس هذا. ايه جبل اكسس يا اخي. الاكسس وينها؟ المرسيدس خربانه وينها؟ مرسيدس عند البيت هناك. عند البيت؟ ايه مخليها ترتاح ولا؟ طيب كم عددنا؟ واحد اثنين ثلاثة عيال المتفاوض هذا ما كذا الحكايات ما راح تكفي يا عيال الحكايات ما راح تكفي. تبوني اطلب سيارة ثانية؟ اطلب باص اطلب باص. ضبطنا. لا باص ما يصير. ايش اسوي يعني؟ شوف عددنا يا ابوي كلنا في بنك كلنا ضعنا. اطلب لكم سيارة ثانية بامكاني لكن ما يكون عليها هروب امن. يلا اجيب سيارة. اسمع اسمع دقيقة انا اسرد الواحد يا عيال انكبهم. خزنات بناخذ السيارة اللي عليها الهروب الامن وانتم خذوا السيارة اللي ما عليها هروب امن. بسيط خلوا الهروب الامن عندي. انا هو الرئيس وانا النائب يعني يا ابوي وخر بس وخر خلنا نتفهم مع العسكري. عسكري اسمع خلاص نبغى نمشي ابوي نبغى هروب امن نبغى نمشي كعاب يا الحبيب. ما عندنا سيارات ولا سيارات. طيب يقتلونك اذا طلعت يا كلبوش. ها؟ والله متفاوض واحد انا متفاوض.
يا ولد ايش تصير عندي سودة وترجع عيوني تصير سودة وترجع بيضة ليه تكبس بيفشل التفاوض كله بسبة عيال توتر شفيه ما انا متوتر ولا طبيعي انا لك دخان ولا شيء عندك دخان اسك معكم دخانتهم ما عندي للاسف برجر ايوه تقولها طب شلون الحين بنطلع احنا واضح انك مبتدئ اسمع 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 خلني شوف يا ابوي لو اني مبتدئ ما كان جبت صرافه يا خبل دخلنا بيت وذهبنا وشنا كم عمرك في الاجرام يا الحبيب حلو اسمعوا الهرب كيف بيكون انتوا الان انتوا شو اسمه ثاني شو اسمه انت كم ثاني شو اسمك علاوي سو طيب حلوين انا عبهم ها وانت عب حلوين تخسر طيب اللي سرقوا يا شباب شوي خلينا نشوف الخطه اللي سرقوا الان ابيكم تركبون معي بحط لكم عده قوس في شنطه السياره تمام تلبسونها وحين نمشي بنقفز في البحر أوب. حلو والله فكره ما هي شيء نصد يا شباب ولا يلا 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 نروح يلا سلام سلام اسمح لي افادي ها قال ابو علي والله العظيم اقسم بالله مالك داعي والله ما قلبه اصبر عشان اعطيك الاغراض اصبر ها يلا ماشي سلام 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 شوف حقيبتك على الثاني سريع يلا جاي هلا بالعيال يلا مشينا وش لا تلبس ليه لا 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 يا خبل ليش شعرف اني بروح اغوص في المسبح في الشارع هنا خبل ليه تلبسها هادي ايش ليه تلبسها اقدر ارجع اقدر ارجع فضحنا ما اقدر ارجعها شوف طيب بطني شوف بطني شوف بطني شوف بطني سريع اسمع انا اخر واحد بطلع وبزحف اهدى 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 شوف بطني شوف بطني وشوف بطني وتويتر الاوامر لهن بدن الاوامر تويتر الاوامر ايش عضلة التي واكتبها عضلة التي واكتب ذي تك من اول يا اخي خلاص استنى الله يصلح طيب بعلمك الان يوم تطلع الاسباب ايه خروج بشكل امن طيب ايه توجيهك للشاطئ بشكل خروج الامن ثانيا في حال زورك بسيارة او خويك بس نزل او ركب واحد يفشل خروج الامن ثالثا حلو في حال دخولك اماكن ضيقة يفشل خروج الامن مثل الانفاق رابعا يعمل ملعبات نقزات عندك ثلاث نقزات فقط في حال عكس الطريق طيب ثلاث مرات يفشل خروج الامن عندك محاولتين الهروب الامن على السيارتين وعلى سيارة واحدة بس يعني صحيح على سيارتين هنجل وشو طيب و فقط تكس طريقة ثلاث مرات طيب. راح يفشل خروج الامن طيب خلاص خلاص اتقوا اليكم هذه يا رجع بيفشل بيفشل الامن في اول ثانيه عندي ازلني الجميع جاهز يلا صبر صبر اصبر لا 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 ارجع جاهزين كلكم جاهزين طيب بس دقيقه بس نتكلم شوي لحد انا معي انا معي كلبوش علاوي سو تمام حلو الباقيين اطلعوا في المرسيدس شتتوهم مرسيدس عندي يعني ولا شلون ممكن المهم حنا بنفقع ولا عليكم طيب مفتاح المرسيدس مو معي اعطيتكم محمد الان اعطيك الان ما عندي ذحين دقيقة يا عيال خلونا قبل ما نتهور مين اللي بيه يسوق في انا وكلبوش انا اسوق المرسيدس عندي كلبوش المفتاح يا كلبوش هذا المفتاح دقيقة يا كلبوش تعال تحت ها طيب اسمع بس نبي نتاكد من المفتاح يا اخي اعطوني مفتاح السيارة يا اخي مبسوطة يا رهين انا كذا الحين تطلع بلعد عبد العد خمسة اربعة اركب الموتر حقنا عشان اي موتر مرسيدس اركب الموتر حقنا وين اركب الموتر يا خبل واخر يا خبل بسرعه 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 انا البس من الحين اسرع بسرعه اسرع يا زعتر يلا ادعس يا الهلكات لا يوقف اطلق عليه اقدر اطلع عليه بفرد ريح موس تنقول له مو هنا فيه الهلكات 707 احسن اسمع شوف النقزع الجبل قدام تشوفه لا 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 زعتر لا يوقفك شيء ها ادعس خلك جاهز خلك جاهز عشان تنزل خلك جاهز انا لبست يقلع شكلهم لا يوقف ووو ولا ما يقلع بتوتر بسرعة لا 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 احنا بنغوص ما نروح عدل انتوا اطلعوا في البحر طيب ما عليك تبغاني اخش مع شبك القرش لا وقف غصب يووو واو بسرعة 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 زادر يا عيال اهربوا لا كيف 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 اغطس كيف اغطس وش اضرب وش اضرب يا عيال
هذه اخر بوش لكم. بشتاق لكم شباب. اغطس يا خبل اغطس. شوفني يساء يمين. وكيف اعرف كم باقي عشان اموت؟ ها الجزيرة لا احد يروح يا شباب. تسمعي لا احد يروح الجزيرة. هذا عسك. اوه طالعين بس فينا يا عيال. طالعين بس فينا. هذول ما يمزحون والله. ها خبر السواحل هنا يا الحين بسالكم. اقعد كذا ساعتين ما عندي مشكلة عادي. معنا كلبوش معانا انت. ايه معكم. تسمعوني تسمعوني. طيب يا شباب شلون الهليكوبتر اللي فوقنا هذه ما راح تبعد عنا. بنميتكم بس. طيب الهليكوبتر راحت. الان نزل تحت. الهليكوبتر راحت. يا شيخ القم. ايوه ايوه ايوه. اجمل الجوال الان معك الراديو هذا. اغطس اغطس اغطس. جا نشوف السلطعون ونشوف انا تحت شباب. وصلت عند الطحالب. ها اطلع. اسمع 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 كلبوش انتبه. اطلع فوق شوي. اذا شفت انا مسوي نفسي سمك يا ابوي. تمام انا قنديل ان شاء الله ما يعرفوني. اطلع في احد فوق ولا لا؟ شوي شوفك تحت مره انت. انزل اطلع فوق. عيال عيال الهليكوبتر لسه موجوده. وين نروح الحين بالضبط؟ انت غوص انت غوص وما عليك انت غوص. انا في نص البحر. يا ولد شو يقول شكل ما يطفشون هذولي. معك بدت فوق. يلا اقلعوا يلا اقلع بالسالفه. غطسين كذا لمته. في حركه يمدينا نسويها. نطلع على الجزيره ونطلع على يال يال يال. هل تبون لا 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 روحت 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 روحت. متاكد انها روحت؟ يب 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 رايح على الجزيره اللي انا رايح عليها. اصبر 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 اصبر. طيب الان بطلع فوق بشوف. روح روح روح. اي والله انهم روحوا. ممكن يرجعون. رجع 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 والله. قاعد اراقبهم قاعد اراقبهم. يودي قل ابو الصمله اللي عندهم خلاص وناس حرك حرك يا عيال. قررنا احنا نصير سمكات ما ادري هو الحياه الثانيه غصب يمسكون هنا. طيب يا شباب شوفوا الجزيره اللي في اليمين. شوفوا الجزيره سريع. ايه هذيك اي جزيره؟ في جزيره اطلع فوق بتحصل يا شباب. المحل اللي اقصى اليمين. انا اعتذركم يا شباب. جزيره جبت المرسيدس نزلت عيال جيتكم بعيده هذيك يا اخي. الشاطئ انت وين؟ يبي على الشاطئ تلقوني. طيب ترى العساكر عندك يبونا يا ابله. لا ما في هليكوبتر. بجي بجي انا بجيك سمع. انا بجيك ذولا زلايب رجال. انا بجيك عند مربع. كم مربع كم؟ مربع 9395. انت تنزل انا عندي نفق هنا. اوكي جاي يشوفوني. اول ما تنزلون قولوا لي اني تحت نفق على طول بمركم ونمشي. تعال تعال بسرعه تعال انا عند ال. انت وصلت عند الشاطئ؟ ايه يلا بس عشان الهليكوبتر. يا شباب الهليكوبتر الان قدامي. ايش فيكم انتم؟ خلاص كلبوش معانا. كلبوش شايفه. وينكم وينكم؟ انا تحت. شوفوني شوفوني. هذا انا هذا انا. ارجع ورا يا سلمان. ورا سلمان. هذا انا سلمان. لا تسمع الخبر هذا. ارجع الشاطئ. سلمان انا قدام. شوفني كلبوش يمينك نحن. طب انزل يا غبي. وينك سلمان؟ يا علي ممكن تجي تاخذني الله يسعد. ترى انا الحين مكشوف. وينك انت طيب؟ غبي انت غبي بمرتبه شرف. غباء مرتبه شرف. انا عند صخور عند الجبل عند الشاطئ اللي جينا من عنده. اللي جينا من عنده. اوكي ايوه يعني. نول يا عيال. اي تحت تحت. لا دخيلك دخيلك لا تنزل بالموتر. عاد لك قاعد واستمتع. ها طيب وين نروح؟ نروح المقر نوزع الفلوس نحطها في الخزنه. الفلوس طيب المجوهرات وهذه نحطها في الخزنه حقتنا. طيب الله طاره. اي حزام يا ابو شوف انك زاد. يا اربط حزام يا اختي. لا انت رابط حزامك بس يا رجال. خلنا بعد على امهم المرسيدس. ما عليك ارتاح. اي طيب اوكي يا عيال. الله كاني قمت اوزع المرسيدس. ابغى مرسيدس بكم سعر هذه؟ 40000 بس. شكلي بشرق الاذاب هذه يا شباب. حط رجلي. الحمد لله على السلامة يا شباب. الله يسلمنا ويسلمك. يا ملاهي انا ما قلت لك اني اذا اخذت عصابتك بظبط الامور وارفع الاقتصاد في العصابة هذه واستثمر بهذه الفلوس. هذا الحين يلا جمعوا لي اغراضكم كلها في خزنة واحدة. يلا تعال بعطيك هدية يا ابو. تعال تعال ابو شكلوب. تعال بعطيك هدية. تعال ها آه يلا اعطرولك موجودة. تعال وقف لو هدية مني اخي السيسة بما انك يعني انقذت العصابة وكذا. يلا بسرعة بس دراما هنا يا ابوي. انا من اول انا زني يعني اعطيتها. شيلها شيلها. ايوه يا ساعد رولكس حركات. لا ليتك والله مفرب جيبك بس يلا عاد ارجعها ارجعها. لا كم تسوى هذه؟ تسوى لك 50000 20000 كذا. صدق؟ يا عيال يعني اقدر اشتري مرسيدس هذه في اقرب وقت؟ ها؟ والله اني اقدر يا عيال. اسمعوا يا شباب اسمعوا. اسلم اسلم. اذا الحين نجمع كل اللي حصلناه اليوم تمام في خزنه نجمع حصيلتنا اليوم تمام؟ طبعا الفلوس اللي نطلعها من العصابه نستثمر فيها في العصابه، اسلحه، ها؟ معدات، ساعدنا في المره الجايه ان ايش؟ نتطور في الشرقات، نسرق مدينه بكبرها. يا سلمان نحكم ها؟ العسكري ذاك عرفته؟ انا ترى لازم انتقم انا. طيب وش العلم؟ انا لازم انتقم وابغى انتقامي يكون يعني مستفز عرفت؟ مستفز ابغى انهيه بطريقه والله ما ادري كيف اقول لك يعني. الزبده انا قابلناه يعني كل مكان هذا
فانا لو قابله ذحين ترى بقتله. شوف لنا حل والله ذحين ترى اجمع كله ما ذول ونروح نقتله. اسمع طيب. ما بروح اقتله كذا، ما بروح كذا اقتله، لا ابغى اجننه. ابغى فلسه بمخه. تراكم يا شباب اني ادخل تمام العسكريه عشان احوسه، عشان اسوي، عشان اخليه الضابط عليه يحوس حوش. اي تسوي زعزعه في الامن. طيب يا كلبوش حبيبي الصق بتهمه. واو ما ادري والله الافكار كثيره يا شباب. اسمع احنا ما نبغى نذبح على طول، نبغى نكرش من العسكريه عرفت؟ اطيحه في مصيبه يا عيال. وش رايكم يا عيال؟ والله الفكره دي اسمحوا لي بكلمتين يا شباب بما اني الان. اسمع وبعدين وش اسوي بعدين؟ سم طيب. اولا انت قبل شوي كنت تناديني زعل صحيح؟ صحيح يا شباب. طيب دقيقه صوت شيء دقيقه بس يا فاروق دهنتي بس عاجبك الفرق. طيب اول شيء زعتر هذا اسم مستعار وانت بسلامه، هذا واحد. اسمك الصدق وش اسمك؟ معك منير منصور الاخ الاكبر للذيبان اللي هناك. اسم منير منصور الاخ الاكبر الفرق منصور الاخ اللي جنبك. اخوان احسب هذا كله اسمه. انتم اخوان انت خذه اخوان انتم الحين يعني انتم اخوان. اي نعم انا اخوان منير منصور فرق منصور هذا ولد خال جدي. طيب اسمع يا شباب اسمعوني كلكم ركزوا معي، اباكم تركزون كلكم. رايحيك مريت القسم اللي عند مركز ساندي شور اللي هو القسم الشرطة، لقيت إعلان إنه تم فتح التقديم على القوات حلو اللي هي السوات. التقديم في أكاديمية قسم الشرطة اللي في لوس سانتوس، اللي هو في لوس سانتوس اللي عند المركز معروف. إيه وصلت بس أيوة أي بالضبط. ها يا عيال بس يعني الموضوع عندي وأنا بندي يا شباب. شو يبغون يجمعوا قوات أنت صحيح؟ يبوي كلنا عساكر. قدم ليش لا؟ كلنا عساكر. اسمعوا يا عيال والله العظيم اني ما ادري صدق تمام، ما ادري كيف نسوي هذا الشيء، لكن تروني اسمع كلامكم تمام؟ انا اسمع كلامكم واللي تبونه نسويه، الموضوع كله عندكم. اقترحك حطه تحت في الكومنت، هل نقدم العسكريه ولا نجلد احنا عصابه؟ انا ما ودي اني اقدر اذبح الحين لكن ابغى كذا نقنقه.